اعزائي مشاهدي كوره بلس في كل مكان، بعد نهايه مباراه اليوم بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز هناخد بعض الحالات التحكيميه ونحللها مع بعض، وبرضه هناخد حالات تحكيميه اخرى في مباراه بيراميدز والاتحاد ومباراه امس طبعا اللي كانت مشكله كبيره، مباراه انبي وفيوتشر في كاس مصر. هنبدا الاول بمباراه الاهلي وسيراميكا في الدقيقه 7. اللقطه دي لازم فيها صفاره من الحكم، يا اما ركله جزاء يا اما سيميوليشن، لازم في صفاره تطلع. طيب ليه حصل الحكم راح للسيميوليشن؟ كان في تلامس بسيط حصل في الرجل، لا يرقى ركله جزاء، لكن كهربا خد خطوه والثانيه وبعدين كده سقط، وبالتالي قرار الحكم قرار صحيح. حصل تلامس بسيط، خد خطوه والثانيه وبعدين سقط على الارض، وده سيميوليشن واضح من كهربا، ادعاء العرقله وقرار صحيح من الحكم المباراه بالادعاء السقوط السيميوليشن ومراجعه صحيحه من حكم الفار وقرار في مجمله صحيح. اللقطة الثانية، اللعبة دي خطأ على لاعب الأهلي رقم 4، في لاعب ثاني مغطي موجود معاه، وبالتالي بننزل من الكارت الأحمر فرصة المحققة للإنذار، لأن في معانا عدد المدافعين، في مدافع موجود غير متولي، وبالتالي بتتكلم إن في مدافع موجود معانا في الصورة مكمل، والفرصة المحققة بتنزل لهجمة واعدة وإنذار مستحق للاعب النادي الأهلي. قرار صحيح من حكم المباراه. في اللقطه دي في تهور واضح من في الدقيقه 31، تهور واضح من لاعب سيراميكا كليوباترا، دخول قصبه في قصبه ما توصلش للكارت الاحمر، وبالتالي انذار مستحق على لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، وقرار صحيح من حكم المباراه. الدخول بالمنظر ده تهور لا يرقى للكارت الاحمر باي حال من الاحوال، لان القصبه في القصبه ده مكان الاصطدام، وبالتالي انذار مستحق لا يرقى اكتر من انذار للتهور على لاعب سيراميكا كليوباترا. هنرجع بقى للقطه الاهم في الدقيقه 57، هي لقطه المباراه، هدف النادي الاهلي، هدف المباراه. الحكم في الملعب، الحكم المساعد رفع الرايه بتسلل حسين الشحات. هنشوف اللقطه مع بعض ونشوف حكم الفار رسم الخطوط صح ولا رسم الخطوط غلط، هنشوف اللقطه مع بعض. طبعا تسلل في ارض الملعب، الحكم المساعد خد القرار والحكم صفر بالتسلل، ونستنى للفار. الفار خد حوالي من 4 دقائق لخمس دقائق في المراجعه، طبعا وقت كبير، بس اللي يهمني في الاخر القرار، اللي يهمني في الاخر صحه القرار ورسم الخطوط، هل رسمنا خطوط صح، هل القرار صحيح، الحكم الفار احتسب هدف. هنشوف الخطوط مع بعض ونشوف صحه رسم الخطوط، ان حسين الشحات موجود في موقف سليم واحتسب الهدف. طبعا انا بتكلم على الوقت اللي خده الفار، هنقف في اللقطه دي، الوقت اللي خده الفار في رسم الخطوط وقت كبير، اي نعم عايزين الوقت يقل، لكن الاهم عندي القرار يطلع صحيح. خدنا الخط المدافع من كتف المدافع، المفروض نوصل من نص التيشيرت، هو نازل على نص التيشيرت بالمنظر ده، وحسين الشحات المفروض ننزل من نص التيشيرت بالمنظر ده، المفروض هو نازل يعني حاجه بسيطه خالص، انا رسمتها بقى من نص التيشيرت ومن نص التيشيرت، الخطوط رسمت بصوره صحيحه، والخط اللي طلعنا ده خط التسلل لحسين الشحات متغطي بالمدافع رقم 3، رسم الخطوط بالمنظر ده الهدف صحيح ورسم الخطوط صحيح. احنا بنتكلم الخطوط الافقي اللي نزل على الارض ده بين حسين الشحات من نص الكتف بتاعه او من عند التيشيرت من نص الكم، ومدافع سيراميكا من نص الكم اللي هو رقم 3 اللي مغطي من نص الكم، وبالتالي بنشوف الخط، لقينا ان ده مدافع سيراميكا مغطي حسين الشحات تغطيه كامله. اللعبه دي لعبه صعبه جدا، دي مش لعبة مساعد في الملعب، المساعد في الملعب صعب جدا يجيبها بالمنظر ده، لكن دي لعبة فار، الفار اتعمل عشان الألعاب الصعبة بالمنظر دي، يعني بنتكلم إن لعبة صعبة جدا على المساعد، وبالتالي هدف صحيح تم احتسابه، وتقنية الفار خدت 5 دقايق أو 4 دقايق، وفي الآخر وصلنا للقرار الصحيح، نتمنى طبعا نقلل الوقت، لكن الأهم هو احتساب القرار الصح في اللقطة دي. هدف صحيح تم احتسابه النادي الأهلي، وبالتالي بنتكلم على النهاردة المباراة، الهدف صحيح وانتهى ده هدف المباراة، وفي الآخر طاقم التحكيم ما تدخلش بأي حال من أحوال في نتيجة المباراة. النهاردة محمد عادل ورفاقه عمل مباراة تحكيمية مميزة، لما بنلاقي تحكيم كويس بنقول إن في تحكيم كويس، لما نيجي بقى نتفرج على حاجة مش مظبوطة هنقول إنها مش مظبوطة. اللقطة دي لفت العالم امبارح، التحكيم المصري كله الناس بتتكلم عليه، في مواقع كتير جدا على مستوى العالم اتكلمت على اللقطة دي. تمركز غير صحيح من حكم المباراة، تحرك غير صحيح من حكم المباراة، تعطل شاشة الفار لمدة 12-13 دقيقة، حكم الفار مصر ان الحكم يشوفها، استنى كتير 12-13 دقيقة على ما شاشة الفار تتصلح،
رجع راح الحكم لشاشه الفار ورجع بالقرار الخطا باحتساب الهدف. ليه بنقول ان الكوره الحكم اخطا فيها؟ اولا الكوره طبعا لمست الكوره لمست الحكم تماما واستمر اللعب وتم احراز الهدف، يعني دي مرحله الاي بي بي لبناء الهجمه. طيب بنقول ليه الحكم اخطا؟ الحكم لو شلنا الحكم خالص لاعب امبي اللي ورا الحكم هو الاقرب للكره، لما لاعب الفيوتشر لعب الكره بالراس او بالهيد الكره بقت اقرب للاعب امبي. وده لازم نقول ان في الفهم الصحيح لكره القدم، الفهم الصحيح لكره القدم اندرستاندينج فوتبول، لازم الحكم يفهم ان الكره كانت هتبقى في استحواذ لاعب امبي. الحكم لما راح شافها في الاعاده او شافها في الفار تخيل ان الكره من فيوتشر جت في الحكم ورجعت لفيوتشر، ان ده مفيش ايه تغيير الاتجاه من الفريق A لفريق B، وبالتالي هو خد القرار ان ما غيرتش مسار اللعب او مسار الكره من فريق لفريق. لا، انت غيرت مسار الكره من فريق لفريق لان الكره كانت اقرب للاعب امبي اللي وراك، وبالتالي لما عملت الاصطدام او عملت الاسيست لمهاجم فيوتشر سهلت عليه ترقيص لاعب امبي بالمنظر ده وسهلت عليه الكوره. طبعا لما راح شافها في الفار، الفار كان عنده حق ان يوريها له، اتاخرنا 13 14 دقيقه عشان الفار يتصلح، راح شافها ورجع بقرار خاطئ باحتساب الهدف، وطبعا هدف غير شرعي تم احتسابه لفيوتشر وقرار قلب الدنيا كلها على التحكيم المصري في المنظر ده. اللقطه دي يا جماعه، اللقطه اللي حصلت دي بتعلمنا حاجه مهمه جدا، ان انت كحكم خد وقتك وحاول تفكر في اللقطه. لو شلت نفسك من اللقطه دي ايه اللي كان يحصل؟ كان سهل جدا عليه اللقطه، ان لو شلت نفسك كحكم من اللقطه وما لمستش الكوره كانت راحت للاعب ام بي سهله جدا، وبالتالي كان قرار خطا، كان لازم يرجع يصفر يلغي الهدف واسقاط الكره للاعب ام بي اللي كان هياخد الكوره في الاستحواذ باللقطه دي. خطا كبير وخطا كل الناس اتكلمت عليه. اللقطه اللي بعد كده في الدقيقه 105، طبعا المباراه 25 دقيقه وقت بدل ضيع، برده رقم كبير ما حصلش قبل كده، لكن احنا كحكام اللي وصلنا بالمباراه للرقم ده من خلال الاداء الغير طيب، القرار الخطا، الاعتراض من الام بي وخروجهم من الانسحاب ومع الفار اللي اتاخر، كل ده جمع 25 دقيقه عشان نبقى شوط او مباراه تمت في يومين بعد نص الليل، عدينا اليوم الثاني في المباراه. اللقطه دي الحكم ما حسبش حاجه في الملعب، وكان في شك في لمسه يد على لاعب ام بي الاول وبعد كده لمسه يد على لاعب فيوتشر رفع ايده سعد سمير، الحكم ما احتسبش حاجه في الملعب. طبعا كان اجواء صعبه على حكم المباراه، حكم الفار استدعاه، استدعاه صحيح وركله الجزاء موجوده، ركله الجزاء صحيحه، لمسه اليد موجوده بصوره واضحه وكانت شوتنج على الجون، فركله الجزاء وانذار، الحكم رجع للقرار الصحيح وتاكد ان الكره في الاول ما جاتش في ايد لاعب ام بي قبل اللقطه دي، الكره جت في وجه لاعب ام بي وبالتالي ما فيش خطا على ام بي قبل ركله الجزاء، وركله الجزاء صحيحه تم احتسابها، وتميز من حكم الفار اللي استدعى الحكم في المرتين الاثنين استدعائين صحاح. لو الحكم خد بيه بالقرار زي ما خد بالقرار هنا الصحيح في اللقطه الاولانيه كان خرجنا من المباراه بدون اي خطا تحكيمي. النهارده كانت مباراه الاتحاد وبيراميدز، ولقطه تحكيميه مهمه في الدقيقه 64 وركله جزاء الحكم احتسبها للاعب بيراميدز، وتميز كبير من محمود عاشور حكم الفار النهارده. ليه؟ اللقطه شكلها العام انها ركله جزاء، لكن اللي ماسك واللي شادد هو لاعب بيراميدز. محمود عاشور طبعا خبرات كبيره على كحكم فار، استدعى الحكم اللي ماسك اللي في اللقطه دي، هنجيب طبعا اللقطه الثانيه من الزاويه الثانيه، هتلاقي اللي ماسك واللي شادد هو لاعب بيراميدز مش الاتحاد السكندري. على اللقطه دي لاعب بيراميدز بايده اليمين هو اللي ماسك لاعب الاتحاد وهو اللي شد ونزل بيه، وبالتالي المفروض كان يرجع عبد العزيز السيد بعد ما يلغي ركله الجزاء يرجع بفاول ركله حره مباشره لصالح الاتحاد السكندري مش اسقاط. اللقطه دي لازم لما تشوفها ترجع بركله حره مباشره تبقى مقنعه اكتر. هو الغاء الهدف ده الاهم بالنسبه لي، لكن كان يرجع عبد العزيز السيد بركله حره مباشره لصالح نادي الاتحاد السكندري مش اسقاط، لان الخطا على لاعب بيراميدز في اللقطه دي. تميز جديد من حكم الفار محمود عاشور في الغاء هدف بيراميدز الثالث، الدخول بالمنظر ده من رمضان صبحي. تفتكروا معايا من كام ماتش؟ كان في ماتش اسوان والبنك الاهلي محمد الحنفي، لكن الدخول ما كانش بالمنظر ده، كان في يعني دخول عادل لكن وما راحش لاعب اسوان على جسم لاعب البنك الاهلي، لا كان راح واستحوذ على الكوره واصطدم فيه واستحوذ على الكوره وبيمشي، لكن بالمنظر ده الراجل رمضان صبحي راح مباشره للجسم
وبالتالي في اعاقه واضحه من اعاقه لاعب الاتحاد من وصول الكوره، اعتراض واضح بالجسم، وبالتالي بنتكلم خطا موجود قبل احراز الهدف وتدخل ممتاز من حكم الفار بالغاء الهدف. طبعا مفيش لقطه زي لقطه، بقول لكم اللقطه بتاع محمد الحنفي في اسوان والبنك الاهلي مختلفه تماما عن دي، لان الثاني لف ومشي، راح للكوره ومشي بالكوره واصطدم بعد كده بلاعب البنك الاهلي، لكن دي رمضان صبحي راح مباشره للجسم، وبالتالي بتتكلم على خطا الحكم الفار وراه للحكم الساحه، والساحه حكم الساحه خد بقرار حكم الفار وعدل من القرار ولغى الهدف. اللعبه واضحه جدا والخطا كان موجود، كملت اللعبه بعد كده وجت وتم احراز هدف، اللقطه واضحه جدا، وبالتالي حكم الفار محمود عاشور وراها له بصوره واضحه جدا وقرار ممتاز. كملت اللعبه بعد كده، ده في مرحله بناء الهجمه، وتم احراز الهدف من لفريق بيراميدز الهدف الثالث. حكم الفار تدخل في قرارين، حكم الساحه خد بيهم، خرجنا من مباراه بيراميدز والاتحاد السكندري صفر اخطاء تحكيميه، ده المهم، انت تخرج من مباراه بدون خطا تحكيمي، لما حكم الفار اتدخل صح وحكم الساحه خد بقراره خرجنا في الاخر بدون اخطاء تحكيميه، بعكس ما حصل في مباراه امس انبي وفيوتشر. دي كل حاجه عندنا النهارده في التحكيم، شكرا ليكم، سلام عليكم.